خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة ومطار هواريب ومديان الدولي عبر محطة باب الزوار، مشروع ذو أهمية بالغة لما يوفره من راحة واقتصاد للوقت للمسافرين. خط طوله 2.8 كيلومتر ويحتوي على نفق طوله 1.4 كيلومتر، ما يسمح بتوفير سيرورة القطارات في كل 30 دقيقة. من المشاريع التي أنجزت كهرباء السكة الحديدية على ضواحي العاصمة، إنشاء خط زيرالدا الجزائر، إنشاء خط وهو في الاستغلال تيزي وزو العاصمة، ويدخل هذا الخط مطار هواريب ومدين باب زوار العاصمة للربط المطار بالشبكة السكك الحديدية وتوفير وسيلة نقل مريحة للمسافرين. بوتيرة متسارعة تجري الأشغال على مستوى محطة هواريب ومدين الدولي، عملية حفر النفق السطحي متواصلة لتسلم المشروع في الأجال المحددة. الأشغال هي متواصلة على مستوى محطة المطار، ونحن بصدد إنجاز صدد الانتهاء من الحفريات باسكو هو عبارة عن نفق ستان ترونشي سيلو فيرت تيترافيرس لايروبور تيترافيرس ميم لو ريزو روتي لا روكات سود دونت اوني اون فوا دو بريباراسيون بور لا رياليزاسيون. مشروع يدخل في إطار تحديث شبكة السكك الحديدية على مستوى العاصمة، ومن المنتظر أن يتم تسليمه في السداس الأول من عام 2018، ما يسهل عملية التنقل بدون عناء للمسافرين.